المسابقة بقهوة يلي هي جيدة، فكرة مسابقة كاراوكي بقهوة. ولكن بس تفوتوا بقلكن الليلة مش كاراوكي، الليلة شي في شي مميز انه بدكن تغنوا يلي بيطلع. عن جد محمد صدقني أنا أول مرة بشوفك يعني أنت معبى المشهد، معبى بمعنى أنه أنا ما حسيت بالقهوة إلا منك، يعني حتى هنين عم بغنوا قمت رحت عند العالم صرت سكوب كذا، يعني حبيت هيدا الشيء اللي عملته لأنه أنتوا ما خلقتوا جو قهوة، هو اللي خلق لي. شانتال غنيت ساعات ساعات، أنا ما بفهم يعني بالصوت كان في شوية ثغرات، وكتبت ملاحظة أنه كان حلو يكون في غير أشخاص، كان حلو الآخر لما صرتوا تتخانقوا، يعني ياريت من دون السؤال فيني غني بلا موسيقى أو فيني غني مع شريك، ياريت أنتوا بلشتوا تزيدوا على بعض وفعلاً وصلتوا للخناق وكبيتوا الماء على بعض. بعدين إيهاب، توظيف إيهاب كان كتير ذكي ليعطي النوتة بالأغنية، وحتى إيهاب كان أنه عم بيضحك، انه عم بيضحك على يعني رافائيل واي على يعني كانت كثير مركب منيح. النهايه منا متوقعه ابدا، وقلت لكم انه الكاركترين عكس بعض وكل واحد يعني لعب عكس، يعني واحد مثلا كثير بيستحي مع البنات بيلعب انه هو كثير قوي مع البنات، انه نسوانجي يعني دائما العكس. عرفتوا؟ تعرفوا مين بصراحة عطاني الدينامو؟ لا رافائيل، رافائيل خلق شيء كل شوي يفوت هيك انه فايت. انت جايبة هايدي لتعرفيها مين رفيق علي، يعني بدنا نعتبر انه انت عم تلعب دور محمد عباس، يعني انت رفيقة وانت المطرب يلي هيدا. هو ده اللي قلتيه عليه حلو؟ شو في هلا؟ أنا كنت قاعدة بس بتبهدل، ما فيش أي حاجة تانية بتحصل. ما تبانش نكد هايدي. ده راجل رخم، ده أرخم واحد شفته في حياتي. أنت بلشتي، أنت شفتي حالي كيف كنت ثقيلة معه؟ معاب؟ زلمة قاعد معقول تحكي معه بهالطريقة طيب؟ أنا أصلاً ما حكيتش معاه، ده عمال يخبط فيني أول ما دخلت. لا سوري أنا ما عملتش أي حاجة. أنت بلشتي تخبطي فيه. أنا بلشت أخبط فيه؟ إيه؟ رح أشتغل معك. مد ايدك علي، رح القطك بشعراتك، انتبهي اوكي؟ وبس تحسي بريسيون بتنزلي مرتين. اوكي. اوعي تمد ايدك علي، لك اوعي تمد ايدك علي، خلص بقى، خلص. اوكي. ما تضحكي. بتهزي وبتضحك. يلا اعملي لها اياها. وبتضربيه كمان؟ بتعرفي انت عايزه ايه؟ بصي اقول لها على حاجه. انت عارفه انت عايزه ايه؟ عارفه انت عايزه ايه؟ اوكي ماشي. انا زهقت النهارده. هاي بتتحول دي شيرين على فكره، مش ممكن امثل معاها مره ثانيه. تعالي تشرسي هايدي. يا رب ايه بدي اطلب منك، بدنا نعمل بدنا نشتغل هلا. صلحت الايفال اوكي، بس بدي اقول لك شغله. شفتوا مثلا هيدا المشهد يلي هلا عملتوه؟ فكره مثل هاي لما كانت بتشقلكم الايفال تبعكم انت ونسيم ومحمد عباس. اول شيء حلو كيف وقعت، يعني هيدي مش انه هيدا وقع على انا برايي بس هيك ديتيل صغير. مثل ما فتت بالاول انزعاج غني لحبيبي كادي هاي على الصوت بينزعج بلش يطبل وقع. فهمت شو قصدي؟ يعني ايوه صح. مثلا اول مره جر حاله على البان، اذا ما بعرف اذا لاحظتوها بس انا لاحظتها. ايه هالمره صح. ايه يعني هو اول مره احنا
انا يلي عملته احلى هو انه على التعب مش قادر يحمل حاله. ثاني مره مش كرسي ايه، وكان لازم يعني تيكون بيرفكت، كان لازم يتركه ينام اكثر، وحتى نسمع يعني نسمع انه غفي بالمسرح. التمرين هو يعني للتصليح ولازاده، ولا مره الحلو انه ولا مره بنمل. لو عم نحضره لثاني مره ولا ثالث مره بنرجع يعني بنرجع اذا مزبوط معمول مزبوط نضحك. ثانك يو ميرسي لك.